أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية مشروعاً بحثياً لتطوير الأغشية تستخدم لتحلية مياه البحر بحيث تستوفي أفضل المعايير العالمية. هذه الأغشية شبه نفاذة تستخدم للتغلب على عيوب الأغشية المتوفرة تجارياً في السوق، والتي ستجعل الصناعات الوطنية شريكاً قوياً على الساحة العالمية. معهد الكويت للأبحاث العلمية دأب على مر الأعوام على القيام بدور هام في مواجهة أكبر التحديات، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك، فكان رائدا في تعزيز نمو العلم والتكنولوجيا ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى منطقة الخليج أيضا. مشاريع بحثية ومعامل متطورة وجهود حثيثة يقدمها معهد الكويت للأبحاث العلمية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتأسيس صناعات وطنية. المعهد يعمل على إنتاج أغشية شبه نفاذة تستخدم ضمن تقنيات معالجة وتحلية المياه من خلال السماح بمرور جزيئات الماء العذبة فقط لضمان استمرارية توفير المياه العذبة. تصنيع أغشية، هذه الصناعات أو هذه الصناعة تقوم على عمل خلطة من التركيب، طبعا تقوم على خلطة من التركيب الكيميائي بحيث نقوم بتصنيع غشاء شبه نفاذ يسمح بمرور جزيئات المياه العذبة ولا يسمح للمياه المالحة أن يعني تمر منها. الأغشية شبه النفاذة ستكون أداة يسعى باحثو معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى إنتاجها للتغلب على عيوب الأغشية المتوفرة تجارياً على مستوى العالم. يعني الصفيحة تكون معرضة للحرارة، فيها حرارة من الأعلى ومن الأسفل، والجهاز نفسه يقوم أوتوماتيكياً بسحب القطعة هذه على أساس أن تكون الشريحة أو شو اسمه ذات سماكة واحدة. الهدف من طبعا من التقنية هذه أن نصنع أجهزة مبتكرة تنافس الأغشية التجارية الموجودة في العالم. جهود كبيرة وعمل يومي ومشاريع أكبر تعمل على تقديم المنتج الوطني المنافس لأكبر الشركات العالمية. حياكم الله مشاهدينا، والمزيد من الحديث حول دور مركز أبحاث المياه ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وموضوع تحلية المياه. يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور منصور أحمد، القائم بأعمال مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمعهد الأبحاث العلمية. في البداية نصبح عليك بالخير دكتور منصور، وحياك الله منورنا في العالم هذا الصباح. أنا بداية أشكركم على إجراء هذا اللقاء اللي إن شاء الله نتمنى يعني نثري للمشاهدين بمعلومات قيمة حول أحد أنشطة المعهد وتحديداً مركز أبحاث المياه. ما لا شك فيه أن معهد الكويت للأبحاث العلمية له دور بارز ودور واضح ومعروف في دعم العلم والتكنولوجيا في البلاد، حدثنا في البداية عن هذا الجانب. طبعا معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بدور فعال، هو أولا يمثل واجهة البلاد في مجال البحوث التطبيقية. المعهد يسعى بالتغلب على جميع الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلاد، سواء كانت تلك التي تتعلق في المجالات المائية أو القطاعات النفطية، الغذائية، البيئية، وكذلك أيضا الطاقة. المعهد يسعى بقدر الإمكان أن نخفض الأعباء البيئية والاقتصادية على البلاد، نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لتقليل مثل ما قلنا التحديات الموجودة التي تواجهها البلاد. أكيد من أهم التحديات هي مشكلة المياه وتحديدا المياه العذبة، بما أن احنا دولة لا تحظى بأي مصدر للمياه العذبة. عشان كذي قام المعهد بإنتاج تقنية جديدة وهي تحدث عنها التغيير الأغشية شبه النفاذة، كلمنا عن هذه الأغشية.
احنا بالبدايه يعني خلينا نكون يعني ايضا واضحين في هذا الجانب ان الكويت تعاني من شح الموارد الطبيعيه والمصادر الطبيعيه للمياه العذبه في البلاد، ولذلك احنا نعتمد اعتماد كلي للمياه المحلات او تحديدا صناعه المياه في دوله الكويت. تقوم صناعه التحليه على عدد من الانظمه، اهم نظامين هي النظام الحراري التي تقوم على عمليه التبخير والتكثيف، والنظام الاخر نظام الغشائي التي تعتمد على اغشيه شبه نفاذه تسمح بمرور المياه العذبه ولا تسمح للاملاح الذائبه في مياه البحر ان تمر من خلالها. طب طريقه عملها هذه الاغشيه؟ هذه الاغشيه هناك طبعا عدد من النظم، احنا مع الكويت الابحاث العلميه الى جانب الى نظام التناضح العكسي الذي يعتمد على الضغوط الهيدروليكيه، يتم ضغط المياه البحر باتجاه هذه الاغشيه بهدف تمرير المياه العذبه من خلالها ويتم انتاجها بعد ما يتم العمل المعالجه اللاحقه للوصول الى جوده عاليه من المياه العذبه الصالحه للشرب. هناك تقنيات مبتكره ايضا يقوم معهد الكويت للابحاث العلميه بدراستها وبطرحها ان شاء الله، هي نظم مبتكره، نظم غير تقليديه مثل التقطير الغشائي ونظام التناضح المباشر، وايضا نطلع ايضا لنظم اللي هو تقنيه النانو متريه بهدف معالجه مياه البحر. طيب خلنا نتكلم يعني بوضوح اكثر دكتور منصور، يعني اذا تكلمنا عن الاغشيه النفاذه او يعني اذا بسطناها للمشاهد، هي مجموعه الفلاتر اللي تستخدم لتقنيه المياه. هذه الفلاتر حاليا موجوده في الاسواق وموجوده تجاريا، ليش اتجه المعهد لانتاجها بنفسه؟ هو حقيقة هذه الأغشية متوفرة تجاريا نعم، لكن للأسف يعني هذه الأغشية ما زالت لم تصل إلى المرحلة المثالية، هذه الأغشية ما زالت تواجه تحديات عديدة أهمها قلة أو محدودية نسبة الإنتاج، تطرد مياه راجعة بكميات كبيرة، أيضا هناك مشاكل تتعلق في الجانب ترسب الأملاح بالإضافة إلى الانسدادات، وهذه كلها تؤثر على كفاءة هذه الأغشية، لذلك هناك حاجة ملحة تطوير هذه الأغشية على مستوى العالم جنبا إلى جنب مع الجهات العالمية والمؤسسات والجامعات على مستوى العالم. معهد الكويت للأبحاث العلمية وتحديدا مركز أبحاث المياه يقوم يعني وضعنا احنا هدف استراتيجي وهو تأسيس صناعات وطنية من خلال إجراءنا للبحوث. هذه البحوث تمثل النواة، هدفها هي مثل ما قلنا تصنيع أغشية لمعالجة وتحلية المياه لضمان استمرارية واستدامة المياه العذبة في دولة الكويت من جهة، وأيضا دفع عجلة التنمية من خلال تشييد المصانع في دولة الكويت، بذلك يكون دولة الكويت تعتمد على الصناعة ومنتج وطني منافس للأغشية المتوفرة تجاريا. هذا المنتج من الممكن أن يتم استفادة منه مو بس لتغطية احتياجات دولة الكويت في تحلية المياه، وإنما أيضا من الممكن أن يضاف إلى الصادرات للبلاد ويكون هناك إضافة للدخل القومي للبلاد من خلال صحيح. تسويقه عالميا. هناك فوائد كثيرة أكيد. في فوائد كثيرة. طيب دكتور منصور، هل تم تقييم هذه الأغشية مقارنة بالأغشية الموجودة تجاريا؟ يعني حدثنا عن أرقام عن قياسات فاقت الموجود تجاريا في السوق. احنا يمكن اليوم انا جايب بعض النماذج من الأغشية اللي تم صناعتها عندنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية. على سبيل المثال هذه غشاء على هيئة مسطحة تم تصنيعها عندنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية، تم عمل دراسة مكثفة حول عدد من التقنيات. طبعا مثل ما احنا قلنا هذه الأغشية تستخدم لعدد من التقنيات، احدى تلك التقنيات هي التناضح المباشر وايضا تقنية التقطير الغشائي. فيما يتعلق في التناضح المباشر تم صناعتها هذه الأغشية وتم إجراء بحوث مكثفة عليها، وتم من خلال هذا المشروع البحثي الوصول إلى أرقام حقيقة هي منافسة للأرقام الموجودة لأن كفاءتها كانت جدا عالية. تم حاليا طبعا تم تسجيل طلب براءة اختراع، تم تسجيل طلب براءة الاختراع ويجري حاليا تسجيلها، وإن شاء الله نأمل الحصول على براءة الاختراع خلال هذا العام. يعني البحوث والنتائج اللي والدراسات اللي احنا حققناها من خلال تقديمنا لها لهذه النتائج في الورش والمؤتمرات العلمية اللي حضرناها أذهلت الحاضرين، بل إن صار هناك من ممثلين من جهات عالمية يطلبوا التعاون العالمي معنا لنعمل يعني معا يعني في تطوير هذه النظم.
يعني ما شاء الله منتج وطني نافس الكثير من المنتجات العالمية، ويمكن قريبا بعد الحصول على براءة الاختراع ممكن يدخل هذا المنتج للأسواق العالمية ويكون أيضا مصدر للدخل مثل ما تفضلت. طيب هل أجرى المعهد العديد من الأبحاث أو مثلا الاتصالات مع العديد من الجهات العالمية المرموقة لتطوير هذا المنتج أكثر أو حتى لتسويقه؟ صحيح، احنا طبعا يعني تم التواصل عالميا مع عدد من الجهات المرموقة عالميا واللي تم فيها توثيق هذا التعاون المثمر حقيقة، من خلال يعني تم الاستفادة منها من خلال تجهيز المعدات والمعامل والمختبرات العلمية بأحدث الأجهزة المطورة بناء على التوصيات اللي جاءت من قبلهم، وأيضا تم من خلالها عمل برامج تدريبية مكثفة للكادر الوطني الموجود عندنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية. يعني الأغشية اليوم قاعد يصنعونها مهندسين كويتيين، يديرها باحثين أيضا كويتيين، وهذا شيء جميل حقيقة نشوفه، هو مكسب وطني. يعني من خلال لما نشوف الباحث الكويتي هو من يقوم بإجراء هذه البحوث وهو من يقوم بتطوير هذه الأنظمة، ويعني تكون لتكون لدولة الكويت دائما السبق والريادة، احنا دائما سباقين في مجالات التحلية ما شاء الله. يعني منتج كويتي تقوم عليه أيضا كوادر وكفاءات وطنية، حقيقة قواكم الله. طيب دكتور منصور، خلينا نتكلم عن تعريفكم أكثر للعالم عن هذا المنتج، أما من خلال أكيد الأبحاث أو من خلال حتى المجلات العلمية اللي دائما تكون في متناول الصناع وأيضا التكنولوجي على كافة أصعدة العالم. صحيح، احنا طبعا في مجال المعرفي وفي مجال النشر العلمي، احنا طبعا الباحثين في مركز أبحاث المياه وتحديدا من برنامج تقنيات تحلية المياه قام عدد من الباحثين بنشر أوراق علمية في ورش وفي ورش علمية ومؤتمرات علمية بهدف نشر النتائج، مناقشة النتائج، التعرف على الباحثين الآخرين الذين يعملون تحت نفس هذه البحوث بهدف تطوير مزيد، لعمل مزيد من التطوير. أيضا تم نشر أوراق علمية في مجلات علمية محكمة مرموقة عالميا، وهذه النتائج يعني موجودة ومسجلة في هذه الأوراق. الله يعطيكم العافية. طيب سؤال قبل الأخير على عجالة، يعني هل حقيقة سيسهم هذا المنتج في زيادة نسبة المياه المحلاة في الكويت؟ طبعا احنا في دولة الكويت او في تحديدا معهد الكويت للأبحاث العلمية عندما نقوم بتنفيذ اي مشروع بحثي هدفنا الأساسي هو البحث او ايجاد يعني افضل السبل، وأيضا نبحث إلى تقنية توفير تقنيات نسعى إلى رفع زيادة إنتاجية المياه العذبة. صحيح. المحافظة على جودة المياه، خاصة إحنا جودة المياه المقدمة من قبل وزارة الكهرباء والمياه مياه ذات جودة عالية، الحمد لله، فإحنا بنحافظ على هذه الجودة. نسعى إلى تقليل وتذليل الصعوبات التي تواجهها أو يواجهون أخواننا وزملائنا في وزارة الكهرباء والماء من تحديات اللي يواجهونها من خلال محطات التحلية والمشاكل الفنية، ونسعى أيضا إلى تقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية لخفض الأعباء الاقتصادية على البلاد، وأيضا نسعى إلى التغلب على المشاكل البيئية التي تصاحب صناعة عملية التحلية، فلذلك أيضا نحاول نخفف من أعباها على البلاد. يعني أسأل الله أن يكتب لكم التوفيق إن شاء الله في سعيكم، كل الشكر على وجودك معنا وعلى هالمعلومات المثرية اللي استمعناها من خلال حديثنا. كل الشكر لوجودك معنا دكتور منصور أحمد، القائم بأعمال مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمعهد الأبحاث العلمية. شكرا لكم. شكرا.